السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم، صباح النور. كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ اش تعاودوا؟ فيديو جديد، روتين جديد، توحش ندير معكم البنات روتينات شحال هادي. عطيتكم غير الخياطه وافكار يدويه منزليه، افكار اعمال يدويه كما قلت لكم، كما شفتوا معايا في الفيديوهات السابقه. توحش ندير معكم روتينات بحال هكذا، عطيتكم غير هاد الايام، عطيتكم غير الغاز، وتبارك الله ما شاء الله على البنات اللي فازوا اليوم والبارح بصحتكم، هدايا ديالكم وصلتكم ولا لا جاوبوني. المهم اي وحده ان شاء الله يا ربي العالمين بغات ان شاء الله تزيد بالقناه ديالها على القدام، مرحبا بهم. كندير لكم اللايفات حجيات وهدايا، كندير معكم العشيه مع 3 حتى الأربعة والليل مع 11 حتى 12. مرحبا بكم، ألف مرحبا. كما قلت لكم اللي جاوب صحيح راه كيفوز بهدية، كل جواب بهدية اللي غتكون إن شاء الله هدايا متنوعة اللي غادي تستفدوا منها على قنواتكم. ومرحبا بكم بلايك والاشتراك والبارتاج مع الأهل والحباب. نشرح لكم ولا فيديو عاد ان شاء الله نكمل لكم الهضره. هنا جبتكم من السطح بعد ما فزكت واحد الفوطه درت لها جافيل. المهم عاود ثاني الروتين ديال الماراثون ديال الشقة اللي ما كيساليش، التصبين والسياق الله يكون معنا وصافي. المهم جيت هنايا غادي نركب هكا الخيوطه ديال انشير مع قلت لكم في الفيديو السابق طاحوا لي كلهم بتقل ديال الحوايج ما كنحصلهمش مع الماكينه، خسرت لي. المهم الله يجيب ماكينه جديده ان شاء الله يا ربي. راكم عارفين تقل ديال الحوايج اللي كانوا فازقين كيطيح سلوك، داكشي علاش طاحوا لي هنا كنركبهم. درت هاد المانيره هادي عاوتاني المسمار باش يبقى شاد، لانه تحيدات ليه ديك البلاستيك اللي كان اللي كانت شاده. المهم هنا درت له هاد اللعيبه هادي، درت العود، هزيت العوده صغيره قطعتها درتها ودرت المسمار وضربت هكايا هاد البانس اللي كتشوفوا معايا وهو يتقاد مزيان. المهم هنا كنشارك معكم طلع الشمس، شميشة تبارك الله، دار بحار هاد الصباح، الجو زوين ولكن الشمس كما نتوما كتشوفوا ماشي طلع الشمس، عفوا الشمس قربت تضرب النص. المهم الصباح هذا باقي نهار يلاه بدا الحمد لله. كنشارك معكم الجو هنا في السطاح، غادي نقاد سلوكه بما هكايا كما قلت لكم تطلقوا لي الحوايج اللي رقدت. غادي نصبن ان شاء الله ونكمل معكم لا فيديو. راكم عارفين دائما حنا عيالات الله يكون في العون وصافي، غير دائما صبين منك الهادي، منك الهادي، تعطيك هادي الهادي والله العظيم، يعطيك الصابون تجفف ويعطيك تجفف العجينة وتعطيك العجينة الموينات طيبي صبني ما كان غير الله يعطيك الصحة وصافي الله يكون معنا وصافي. المهم روتين جديد نتمنى ان شاء الله تكملوا هنا. كنشارك معكم هذا البنس كنضرب به هكا باش يبان ليا هاد سميتو، لان الشمس ضرباتني هكا في الراس وما كيبان ليا والو، ما كيبانش ليا واش التليفون كيصور شي حاجه ولا ما كيصورش. المهم الشمس هكايا كما نتوما عارفين اللي كنشوفوا في الشميجه راه حوينتنا كيكونوا مقلوبي. المهم غادي نخلي لا فيديو هكا ما نحيد منه حتى حاجه، راكم عارفين الا كنا مراض وعيانين ما فينا اللي يمنطي، ما فينا اللي يهضر ولا اللي يصور ولا حتى حاجه. راه هذا الدومين هذا الصعيب صعيب الصراحه، الله يكون معنا وصافي. ولكن ضروري انك تنوضي تخدمي تحطي، الا ما خدمتيش على القناه ديالك ما غاديش تستافدي. ايوا نتمنوا الحمد لله، نتمنوا التوفيق لي ولكم جميع المسلمين. باقي البنات عيانه، البنات اللي سولوني باقي عيانه، الله يشافينا ويشافي جميع المرضى المسلمين. غير كنحاولوا هكا نوضو ندير سميتو هكا غير بزز، الله يكون معنا وصافي الحمد لله، الله يجعلها مغفرة الذنوب. المهم كما قلت لكم الصوت غنخليه هكا، قبلوا على اختكم، قبلوا على المحتوى وبارطاجيو مع الاهل والحباب. الله يجازيكم بخير، زيدوا بهاد القناه القدام محتاجه لكم بلايكات والاشتراكات والبارطاج مع الاهل والحباب. وصلتوا على النبي
نصلي وكاملين على النبي عليه الصلاة والسلام ديو الأجر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله، بعد ما دخلت من السطح جيت نوجد معكم كيك خفيف ظريف كما العادة، كيك عادي بأربعة البيضات، دانون، شوية الزيت، قبيصة نتاع الملح، السكر، ودرت الكاكاو، الخميرات جوج ديال الحلوة، واحد فانيا. طربت كل شيء مع بعضه مزيان، درت الدقيق الكامل، ودرت شوية ديال الفورص، ودرت هذا شنو سميته الكاكاو. المهم ما عرفتوش ذكرت ولا ما ذكرتوش قبل على اختكم، هضروني. المهم راكم عارفين الا كنا مراضين ما قادينش نهضروا، ما قادينش نمونطيو، راكم عارفين الله يكون معنا وصافي الحمد لله. المهم طليله خفيفه وظريفه، ضروري ما نحطو هكا فلاشين، راكم عارفين الحمد لله على كل حال نجاح مغفر الذنوب. المهم الكيك ديالي ها هو، دخلته الفران ولكن تحذفوا لي المقاطع فاش خرجتها ودرت لها هكا صلصه ديال الشوكولا اللي وجدت بالكاكاو. المهم الكيكه هي هذيك، قبلوا على الفيديو اليوم وقبلوا على اختكم هنا. كان وجد معكم حريره خفيفه، راني حطيتها معكم في الفيديو قصير، لكن هنا غادي نشرح لكم شنو درت فيها. هنا درت شويه ديال الجلبانه خضراء، الفول والعدس، طحنتهم كما نتوما كتشوفوا. درت الماء، درت فيه شويه ديال الكرافس، بعد ما شحرت شويه البصله هكا مشحره رقيقه في الزيت والملح والبزار. ضفت كما قلت لكم داك الطحين اللي طحنت شويه الفول، شويه الجلبانه، شويه العدس، طحنتهم كاملين ضفتهم، وضفت الروز. المهم خليت كلشي حتى طاب مع الكرافس، عطاها واحد المذاق ما نقول لكمش. البنات حريره زوينه وصحيه وخفيفه هكا لقوتي، الناس اللي كيبغيو شي حاجه سخونه هكا لقوتي في العشيه ولا الصباح يفطروا بها، شي حاجه صحيه زوينه خفيفه وظريفه. والحمد لله اللهم ديمها نعم وحفظها من الزوال دائما، كل نهار ورزق وكل نهار وشنو درنا. وجيت الليل هذا نحيتها البنوار، هذا راكم عارفين عاوتاني جبنا البنوارات، جبنا الكشمير، جبنا المانط، الله يكون في العون وصافي الحمد لله. حيت حيت هذيك سوا حتى هي كنت نشرهم هنايا، غادي نحيدهم ندخلهم لانه الا كاينه الشتاء نجاب الله كاينه الشتاء والحوايج في السطح كيفزقوا عاوتاني كيترونوا. اللهم ندخلوهم واخا باردين، حنت الا بقاو الحوايج في السطح حتى لهاد الوقيته كيكونوا باردين مقلاصين بالبرد. هنا كنشارك معاكم العشيوه ديالنا خفيفه وظريفه. هنا درت الشلاطه، كنفكر هو الاول اشنو في الفيديو عاد نهضر داكشي علاش وقفت فيا الهضره. المهم راه قلت لكم اليوم قبلوا على خصكم ما تديوش على الهضره الملوطه. الحمد لله ودعواتكم بالشفاء يا ربي العالمين. هنا كما قلت لكم درت الخضروات، شويه ديال الدجاج مع البصله مع العطريه، شويه ديال هذا الكغاتان بالشوفلة، شويه ديال الشلاضه بالبصله وخيزو ومطيشه، الشلاضه عاديه. وهنا الخضروات اللي طيبت، شويه الكرجيت محكوك، خيزو محكوك، البصله مشلضه. المهم اي حاجه عندنا راه يمكن لينا نديرو فيها هاد الشلاضه هادي سخونه في هاد البرد. وهادي درت لها شويه ديال الخس كما نتوما كتشوفوا. المهم بغيتي تضيفي الزيتون غضيفيه، والخبز. والحمد لله كل نهار ورزقه، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. كل نهار وشنو درنا، كل نهار شنو رونا، خاصة في العشاء دائما كيتجلى لينا كنكونو تالفين على العشاء شنو غنديرو شنو غادي نديرو. خاصة في البرد خصنا دائما نديرو شي حاجة سخونة، ماشي بحال الصيف أي حاجة تعدي بها صافي خلاتها مولادها سلاك وعدي وصافي الحمد لله. المهم الفيديو ديال اليوم هو هذا، نتمنى إن شاء الله تقبلوا عليه وتبارطاجيو مع الاهل والحباب. شجعوني باللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب، جزاكم الله الف خير. المهم ما تزيدوش على الهضره المعوده مروطه. المهم لا فيديو هو هذا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. شكرا بزاف للناس اللي انضموا للقناه، ناس جداد، شكرا لكم على انضمامكم، شكرا لكم على تشجيعكم ليا. والناس اللي في القناه نتوما مرين الدرع عائلتي الثانيه، شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا على الحضور، البنات اللي كيحضروا معايا
فاللايفات اللي قلت لكم كندير لكم اللايفات ديال الغاز وحشايات مغربيه اللي باغا ان شاء الله تضحك شويه وتنشط شويه معنا. مرحبا الف مرحبا. واحد شويه المهم العروض كنحط لكم في 9:30 واللايف كنبدا معكم مع 11 حتى 12. مرحبا بكم، نتمنى تكونوا معايا. تهلاو فرصكم. السلام عليكم.